رجعنا لكم تاني، وده كان كلام كابتن عبد الواحد السيد كابتن منتخب مصر. كابتن حسام، بكره الماتش يعني تبتدي ازاي مباراه زي دي؟ تلعب بمين؟ خليني ابتدي معاك في الاول، يعني انت من وجهه نظرك التشكيل اللي يلعب بيه بكره في خلال الاسامي الموجوده، شايف مين من وجهه نظرك الاحسن في الفتره دي، او الاحسن يبتدي ماتش زي ده؟ ممكن يبقى احسن، بس مثلا ماتش زي ده محتاج حد معين. وجهه نظرك مين بكره يا كابتن؟ هو طبعا الفتره دي عامل تمرين وعامل ماتش ودي وشاف المجموعه اللي هي الافوق في يوم والاصابات او حد عنده ممكن حاجه بسيطه، فهو طبعا الاقرب، هو اللي شايف الصوره. لكن احنا بنتكلم من بعيد لبعيد وجهات نظر يعني. طبعا هو اكيد شايف احسن اللعيبه عامله ازاي، يعني لكن بنشوف من خلال ادائهم في الملعب في البطولات في الدوري اللي احنا شايفينه. يعني هو النهارده لما يكون في مثلا عبد الشافي الاجهز مع طبعا مع شديد، لكن عبد الشافي حاله حاله عاليه جدا يعني. بقاله سنتين ثلاثة يعني سنتين أربع تقريبا. سنين حتى شغال كويس. النهارده لما يكون انا ما اعرفش وائل حالته ايه، بس انت وائل لانك انت ما اكدتش على السوبرات اللي هيكون موجود معاك، انا شايف اوكا ووائل او ومعاهم بديل محمد نجيب او يعني اثنين من الثلاثه دولت، بس انا شايف انت تبتدي بوائل. يعني وائل لو هو جاهز بدنيا ومفيش مشاكل، خبرته مطلوبه. طيب، في الماتش معلش كابتن، هطلع بس تليفون مهم مع اللواء امين عز الدين مدير مباحث اسكندريه.